sabah kambaki matas laki. بصراحة اليوم الجو كتير حلو، جعبالنا نطلع نروح نسافر نلعب بالحديقة نروح نسبح، بس ليش ما نطلع عشان الكورونا هلكتنا؟ كيف انتو بتعرفوا الربعيد الأم؟ اليوم بهذا الفيديو بدنا نعطيكم شوية أفكار شو ممكن تعملوا، أفكار لعيد الأم لمثل ماما تيتا لست الحبايب. إذا ما اشتركوا بهالقناة اشتركوا فيها، حطوا لايك وخلينا نبلش. يلا، أول فكرة بدنا نعمل لأمهاتنا كارت، ونحتاج لزق، ونحتاج ورق ملونة، وهنا بيكون هيك رفاع لازم تقصقصوا هيك، وبتحتاجوا لكم صورة، أي صورة انتوا بتحبوها. وهنا أخذنا هيك عشان نقصقصها، ارسموا هذا الشكل وقصوها، وزي ما انتوا شايفين هيك بتنفتح زي الكتاب، وعندنا هاي هيك بتيجي بدنا نحطها زي الوردة. شوف كيف رح تطلع هيك، رح تطلع زي الوردة. هلا طبعناهم باللون الاخضر، هلا بدنا نقصهم. قصيناهم زي هيك، هلا بدنا ناخذ حبه نلزقها، بدنا نعمل زي هيك. قصيناهم هدول، وهلا بدنا ناخذ هدول اللي قصصناهم بدنا نحطهم وين؟ محلها هون. نيجي ناخذ نحط شوية زي ما نحط كتير من دل، هيك تمام. شوف كيف صارت هيك بتلزقوها. أنا وريان قصقصناهم هيك، بنفتحها من هون شوفوا هيك، بنعمل شوفوا هيك هيك هيك، بدنا نلزق هدول على شكل وردة هيك تمام. هلا خلصنا تلزيمنا نلزق صورتنا، ناخد لزق هذا شو طلع معنا. هنا انا كتبت بالانجلش وانا بالعربي بحبك يا ماما. بس مش عجينة الكيك، عجينة الملح. نطبع ايدنا. لعجينة نحتاج 4 كاسات طحين، كاسة ملح وكاسة ونص من الماء بس دافية يا حتكون. نخلطهم مع بعض. خلصنا العجينة، هلا بدنا نفرد عشان نطبخ على ايدينا. طبعا مشي بتكون رفيعة شوي من اللي زي ايد هيك. هلا بدنا نحطها بالكيكه هاي، تا
بتاعت الكب كيك. هلا حطيناها بالصينيه. هلا حطينا جواتها قلب كتير حلو صغير. هلا بدنا نروح نحطها على الفرن، بس لازم تكون لما نشوفها قاسية لازم نطلعها. خلصنا الجسم تاعنا، صارت قاسية لازم تكون قاسية. جهزنا ألوان ورياش، هلا نلون. يلا عملنا ألوان زيتية، هيها بدون يجيزوا ألوان هيك رفض حلوين. شوفوا إيش طلع معنا. طبعا هاي تاتي تبج، أنا حبيتها وأنا كمان. طبعا حط شوي شوي لأنه بلاش تنكسر. أمهاتهم بيحبوا الحلويات، عشان هيك بدنا نعمل بوكيه من الحلويات، بس مو من الورد، من الحلويات. هلا بنحتاج دونات وزينة وهدول الخشب أصلش بيسموه، وفراولة وورق كورنيش. هنا نقولكم لازم ناخذ شوكولاتة سايحة وعشان نعمل بالفراولة، ويلا خلينا نجرب. ناخذ حبة فراولة ونحطها بالعصير. وهلا بنغطسها بالشوكولاتة السايحة. بنحط زينة نعمل كل فراولة حبات زي هيك ونحطهم بالثلاجة لبين ما يتجمدوا. هلا بنجمعهم بالعصايات زي هيك عشان نعمل بوكيه. تارا هلا هدول جهزناهم. هاي دونات، هاي فراولة، كتير حلوة. ما تنسوا جربوها لأنه كتير كتير حلوة لعيد الأم، مناسبة لإلي كتير. أمهاتكم رح تعجبكم. هلا وصلنا نهاية الفيديو. ما تغلبوا أمهاتكم، ما تزعلوهم، لأن الجنة تحت الأقدام أمهات. باي.